تخيل انك مسافر بالطيارة، الطيارة بتاعتك تتأخر ساعة بعد ساعة، وقالوا لك في المطار هتتأخر ساعتين كمان، وبعد الساعتين دول قالوا لك دي هتيجي تاني يوم. وتخيل بقى نفسك وانت فارش الشنط بتاعتك على الارض ونايم عليها، وفضلت تنام في المطار دي ليلة كاملة وانت متنرفز ومتضايق وحسيت ان الوقت بيمر عليك بطيء جدا وممل. تخيل بقى لو قلت لك ان الوقت ده امتد معاك ل 18 سنة، تخيل انت تبقى محجوز في المطار لمدة 18 سنة، لا عارف تركب طيارة ولا تسافر ولا عارف حتى تخرج من باب المطار. هو ده بقى اللي حصل بالظبط مع الإيراني مهران كرمالي ناصري اللي اتحجز في مطار من مطارات فرنسا لمدة 18 سنة. متخيل 18 سنة مش عارف يخرج من المطار ولا عارف يسافر أي بلد تاني ولا عارف حتى يرجع لبلده الأصلية. مين هو مهران ده وإيه هي قصته وإزاي اتحجز طول 18 سنة دي في المطار وإزاي كان عايش طول 18 سنة دول في المطار؟ هقول لكم، بس بطلب منكم طلب صغير قبل ما نبدأ الفيديو، انك تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ويرت لايك وشير للفيديوهات بتاعتنا، وانا هاني النادي من المدفون. فلنبدأ. مهران حكايته غريبة جدا اغرب من الخيال. قصته العجيبة حصلت في مطار تشارلي بفرنسا اللي هي يعني من المفترض انها دولة حقوق الانسان ورفع شعار العدالة والمساواة. مهران اتولد سنة 1942 في المجمع السكني اللي تبع شركة النفط الانجليزي الفرنسي. والده كان شغال في نفس شركة البترول ديت، ووالدته كانت استكلندية وهي عندها 30 سنة، يعني في سنة 1973 سافر بريطانيا وهو عنده 30 سنة، يعني في سنة 1973 سافر بريطانيا للدراسة في جامعة اسمها باردفورد علشان يحصل على شهادة جامعية منها. وهو هناك قاعد في بريطانيا بيدرس، كان بيشارك في المظاهرات اللي كان بيعملها الإيرانيين ضد نظام الشاه محمد رضا بهلاوي، كان بيحكم إيران في الوقت دوت. وبعد سنين على إقامته في بريطانيا اضطر مهران إنه يرجع لبلده إيران بسبب ضائقة مالية جدا حصلت. وفي يوم 7 أغسطس سنة 1975 أول ما وصل لمطار مهران، الشرطة السرية الإيرانية قبضت عليه وحطوه في سجن اسمه إيفن، وفضل يعذبوه في السجن ده 4 شهور، واتسحبت منه الجنسية الإيرانية وأصبح مهران بلا جنسية واتنفى خارج الوطن. وده اللي خلاه فضل سنين يقدم طلبات لجوء لدولات أوروبية، لكن للأسف كل الطلبات دي اتقبلت بالرفض لحد ما جه سنة 1981 وبلجيكا وافقت له على طلب اللجوء ليها. وبالفعل سافر بلجيكا وعاش فيها من سنة 1981 لحد سنة 1988، يعني قعد في بلجيكا 7 سنين. لكن يظهر ان صاحبنا ده ما كانش عاجبه ولا مقتنع ببلجيكا، ما كانش مقتنع بالوضع اصلا اللي هو فيه بشكل عام، كان عايز حاجة افضل من بلجيكا. بس حق اللجوء ليه ما كدتهوش حق الجنسية، انه كان يبقى مواطن مثلا بلجيكي. فعاش صاحبنا مهران افتكر ان والدته استكلندية واستكلاند هي جزء من بريطانيا، يبقى من حقه ان يطلب بالجنسية البريطانية. واوضح كده ان كام سنة اللي قعد يدرس في بريطانيا اثروا عليه وخلوه متعلق ببريطانيا، ففكر انه يسافر لبريطانيا علشان يطلب الجنسية البريطانية هناك. لكن المشكلة ان معهوش اي جواز سفر علشان يعرف يسافر على اي طيارة من بلجيكا لبريطانيا، لكن بلجيكا ما ادتهوش الجنسية وكل اللي معاه هو ورق الاقامة اللي بتثبت ان هو مقيم فقط في بلجيكا. فيعمل ايه صاحبنا دوت؟ ركب قطر من بلجيكا لفرنسا لحد ما وصل لمطار تشارلي في العاصمة باريس. والغريب بقى انه ركب طيارة من باريس للندن. ازاي الراجل ده سمحوله في المطار باريس انه يسافر في رحلة دولية من فرنسا لانجلترا من غير ما يكون معاه جواز سفر او تأشيرة؟ اهو ده اللغز اللي لحد دلوقتي محدش عارف يفسره لحد يومنا ده. المهم فعلا ركب الطيارة من مطار تشارلي في باريس ووصل بها مطار لندن، لكن في مطار لندن الشرطة اكتشفت ان هو ما عندوش ولا جواز سفر ولا معاه تأشيرات ولا حتى اوراق ولا حتى الاوراق الاقامة بتاعت بلجيكا. قال لهم الاوراق اتسرقت مني وهو ركب القطر من بلجيكا لفرنسا. فصاحبنا وصل لندن وهو معهوش اي اوراق بتثبت هو مين واصله وفصله ايه، محدش عارف ده ايه. في ناس بتعتقد ان هو اللي اتعمد يتخلص من الاوراق ديت علشان يضغط على الحكومة في بريطانيا انهم توافقوا على اللجوء ليها. لكن للأسف أحلامه كلها تحولت لكابوس لما إدارة الجوازات في مطار لندن رفضت دخوله البلاد لأنه ما يمتلكش أي أوراق تثبت الهوية بتاعته، وحملت الخطأ دوت والعيب دوت على شركة الطيران اللي جابته ليهم. إزاي شركة تدي راكب تذكرة طيران من غير ما يكون ما عندوش أي جواز سفر ولا تأشيرة؟ وللأسف صدر الأمر ده إنه يرجع لنفس المكان اللي جه منه اللي هو مطار تشارلي في فرنسا. وبالفعل صاحبنا ترحل على أول طيارة طالعة من لندن لباريس ورجع لنفس المطار اللي كان فيه. لكن السلطات الفرنسية منعته انه يغادر المطار لانه ما عندوش اي جواز سفر ولا تحقيق شخصية، وبالنسبة ليهم دوت مجهول، ولا حتى السلطات في بلجيكا مش هتسمح له انه يرجع بلجيكا تاني لانه وافقت ليه مقيم فيها كلاجئ سياسي بشرط انه يفضل مقيم فيها على طول وما يسافرش من بلجيكا الا بتصريح من الحكومة. فهو كده طبعا ايه كسر الشروط للإقامة في بلجيكا
وبقى صاحبنا لا عارف يسافر بريطانيا ولا عارف يرجع بلجيكا ولا حتى عارف يفضل في فرنسا. وفي الحالات اللي زي دي في أي أماكن في العالم الشخص ده بيترحل على بلده الأصل اللي هي المفروض إنها إيران، لكن للأسف الجنسية الإيرانية كمان اتسحبت منه، فصاحبنا ده فضل محجوز في ترمال أو في المحطة رقم 1 في المطار، والشرطة حجزته في الأوضة في المطار اللي هي أوضة الحجز بتاعة المجرمين أو المهربين، فدخلوا الحجز اللي في المطار علشان يحققوا منه ويشوفوا هيعملوا معاه إيه، لكن للأسف مش عارفين يتصرفوا معاه إزاي وملقوش أي حل لمشكلته ديت. وبعد فترة أفرجوا عنه وطلع صاحبنا من الأوضة اللي هو كان محجوز فيها، وفضل يتمشى في المطار لحد ما شاف الكرسي الأحمر اللي قدام حضرته بتاع في صالة الطعام بتاعة المطعم. لكن اللي ما كانش عارف صاحبنا دوت إن الكرسي ده هيبقى بيته الجديد اللي هيقعد فيه لمدة 18 سنة. طبعا في الأول صاحبنا مهران دوت ما كانش معتقد إنه هيفضل قاعد 18 سنة في المطار ده، وكان فاكر إن السلطات الفرنسية خلال أيام أو أسابيع هتفرج عنه. لكن الصراحة اللي خلى مشكلة مهران إنها تتطور مش بسبب إن مفيش أي دولة بس في العالم موافقة عليه للجوء على اللجوء ليها، المشكلة نفسها في مهران نفسه. فضل مهران عايش في الصالة رقم 1 في مطار تشارلي واكتسب تعاطف كل المطاعم وكل العاملين في الصالة، فكان بيدخل الصبح حمام الصالة ويستحمى وياخد دش ويظبط نفسه. الصالة اتبرعوا ليه انهم يغسلوا له الملابس بتاعه، والمطاعم بقت بتقدم له وجبات مجانية، وكل اللي كان بيعمله مهران في الصالة يقعد على الكرسي او على الدكة الحمراء ديت ياكل وينام عليها ويشرب ويحلق دقنه ويقرأ الجرايد ويجيب ورقة وقلم ويكتب فيها قصة حياته عن يومياته وعن التجارب اللي بيمر بيها في المطار. وفي يوم من الأيام كان في كاتب بريطاني لاحظ وجود مهران اللي كان بيمر بيها في المطار، فاستغرب الكاتب البريطاني من شكل الرجل الغريب ده، فقعد واتكلم معاه وعرف قصته وقرى اليومات اللي كان كاتبها، وعمل صفقة مع مهران ان ياخد اليومات ديت ويطبع منها كتاب ويكون لمهران نسبة من ارباح. بالفعل الكتاب ده اتطبع وحقق مبيعات كبيرة جدا على مستوى العالم، واسم الكتاب دوت ذا ترمان، وكان مهران فرحان بالكتاب جدا وكان بيقف في المكتبات اللي موجود في صالة المطار ويدعي المسافرين ان هم يشتروا الكتاب بتاعه، وكان بيمدلهم عليه وبقى شخصية مشهورة جدا على مستوى العالم. مش بس كده، وفي شركة انتاج امريكية كمان حبت تعمل فيلم مستوحي من قصة حياته، وبالفعل الفيلم اتعمل وتصور واسم الفيلم ذا ترمانل بطولة النجم العالمي توم هانكس، والشركة اللي انتجت الفيلم دي دفعت لمهران مبلغ 250 الف دولار علشان تشتري منه حقوق قصة الفيلم، يعني دفعوا ليه ربع مليون دولار علشان ما يحطوش نفسهم في اي مشكلة قانونية خاصة بالحقوق. أصبح مهران معاه ربع مليون دولار، ده غير طبعا حصته في الأرباح بيع الكتاب بتاعه، والفلوس دي خليته قاعد زي الباشا في المطار ماسك البايب بتاعه وبيشرب فيه وعمال يكتب في يومياته. لكن مشكلة مهران الأساسية رغم الفلوس اللي معاه أو الفلوس اللي جات له لسه ما تحلتش صحيح، هو بقى مشهور وبقى معاه فلوس وياكل ويلبس كويس كويس ومشكلته العالم كلها عارفها، لكن هو برضه مش قادر يخرج من المطار، وعلى الرغم ان هو خالف شروط بلجيكا انه يقعد فيها وخرج منها برغبته، الا ان بلجيكا بعتت له اوراق اقامه جديده لحد عنده في المطار وهو رفض يمضي عليها. اه والله زي ما بقول لك كده، بحجه ان هو مش عايز يقعد في بلجيكا لانها مش عاجباه او مش على مستواه، وحتى فرنسا بعتت له اوراق اقامه انه يقعد فيها لكنه برضه رفض يمضي على الاوراق ديت في فرنسا، لان مكتوب في الاوراق ان اصله ايراني وهو بيكره ايران بشده جدا وما كانش عايز ان الاوراق الاقامه بتاعته يتذكر فيها انه اصله ايراني، وطبعا ده القانون في فرنسا مش هيغيروه يعني علشان خاطره هو. وده اللي خلى مهران فضل سنين كتيره قاعد في المطار، وحتى اسمه الاصلي غيره من مهران وسمى نفسه سير الفريد، وطلب من كل وسائل الاعلام والجهات الحكوميه انها لما تيجي تخاطبه او تعمل معاه لقاء تسميه او تندى عليه السير، لانه بيعتبر نفسه بريطاني الاصل مش ايراني، وده ودائما بيقول ان امه بريطانيه وان له الحق يكون مواطن بريطاني. وفي مره من المرات قال ان والدته سويديه وانه دخلت ايران عن طريق غواصه واتجوزت ابوه، تقريبا كان ابوه كان طبعا في الجنسيه السويديه او تقريبا كان بيتلكك باي حاجه فرخه عشان يقعد بقيه حياته في المطار. والظاهر كمان ان قعده المطار عجبته لحد ما جه سنه 2006 وصاحبنا خرج من المطار اخيرا، لكن هو خارج لاسباب صحيه بسبب انه تعب جدا فنقلوه على المستشفى، لكن لما خف بقى كويس معرفش يرجع مكانه تاني في المطار، وكل المتعلقات بتاعته الشنط والهدوم والكراتين اللي كان بيفرشها وكان نايم عليها كل ده اترمى في الزباله، واترفض دخول المطار، والسلطات الفرنسيه اجبرته انه ياخد الاقامه في فرنسا، ولحد يومنا دوت هو عايش لسه في فرنسا. يا رب تكون الفيديو دوت عجبكم، ويا رب فعلا القصه تكون متعتكم، وانا هاني النادي من مدفون، وما تنساش تشير الفيديو دوت ولايك كومنت وشير علشان انا اقدم لكم كل ما هو جديد، واهم حاجه خلي بالك من نفسك لحد ما اشوفكم، وسلام.